معي من القاهرة عماد دين حسين، رئيس تحرير جريدة شروق. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد عماد. في نتحدث عن يعني عدم حماس كبير إذا صح التعبير في هذه الانتخابات، بغض النظر عن من يؤيد بقاء السيسي أو اللي هو نتحدث عن رئيس مصر القادم يعني، أو يعني اللي معه أو اللي عنده ملاحظات، بس ما في ترقب كبير، ما في مفاجآت منتظرة. مقابل كل هذا، كيف تبعت هذا اليوم؟ هل ثمت ما فاجأك؟ كيف هو الشارع المصري؟ ظني أنه قد لا يكون هناك منافسة أو المنافسة غائبة، لكن الحماس موجود. اليوم فوجئ الكثير من المراقبين والمتابعين بعدد كبير من المصريين يقفون في طوابير، يهتفون، يحملون الأعلام المصرية، بعضهم يرقص، بعضهم يغني أغاني شعبية، لكن فبالتالي الحماس موجود. لكن هل هناك منافسة؟ لا أعتقد طبعا أن هناك منافسة أو توازن بين المرشحين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس موسى مصطفى موسى، وتبدو النتيجة بالطبع شبه محسومة تماما لمصلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نسبة المقترعين اليوم كانت متوقعة، كان متوقع أكثر؟ لا، أنا أظن أنه غالبية التوقعات كانت تذهب إلى عدم وجود دوافع للمشاركة الكبيرة بالمنطقة التي تحدثت بها حضرتك في البداية، أن الناس لأنه تضمن بالضبط هناك يعني ثقة كاسحة في فوز للرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا الأمر يدفع حتى بعض أنصار عدم النزول، وبالتالي المشاهد التي ظهرت اليوم وبثتها شاشات تلفزيونات مختلفة وسجلها صحفيون تكشف عن وجود حشود حقيقية حتى هذه اللحظة. كيف سيستمر هذا الأمر في اليومين؟ ما بنعرف. طيب، ما الذي المصريون وفق متابعتك ومراقبتك والأحاديث وحضرتك سيد عماد، ما أكثر ما يعني رضي عنه المصري في عهد السيسي ليعيد انتخابه؟ بغض النظر، نرجع لموضوع أنه ما في مرشحين، المعركة ضد الإرهاب اللي كان فيها بكثير بمراحل في الفترة الأخيرة، إلى أي درجة هي من ضمن أولويات متابعة المواطن المصري؟ بطبيعة الحال عدد كبير من المصريين بدأ يدرك أن بالطبع هناك مشكلة حقيقية في الاقتصاد بدأت الحكومة على حلها، لكن عامل الإرهاب والاستقرار في مسألة في منتهى الأهمية، وكثير من المراقبين يقولون أن سر الإقبال الذي حدث في خارج مصر هو إحساس المصريين هناك بعدم الرغبة في رؤية بلدهم يتكرر فيه ما حدث في بلدان اخرى. صحيح، حتى من ضمن الاراء استطلاع الشارع اللي كان معنا يعني كان في تركيز على موضوع الامن، خاصه مقارنه بدول اخرى ما فيها امن، فهي افضل مصر بالفتره بالنسبه للمراقبه. هذه نقطه جوهريه. النقطه الاخرى هي الرغبه في التعديل، في يعني الخروج من عنق الزجاجه اقتصاديا. المصريين دفعوا ثمنا كبيرا للاجراءات الاقتصاديه وتعويم الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016، يأملون أن يساعد الاستقرار الحالي على المزيد من التحسن باعتبار أنهم دفعوا الفاتورة بالفعل. نعم، الحكومة قدمت بالفعل في مسألة الاقتصاد طرق حديثة، بعض المساكن الجديدة، مشروع علاج فيروس سي، استصلاح الأراضي، بعض المزارع السمكية، في البنية الأساسية هناك تحسنات حقيقية حصلت بالفعل. أنا أشكرك جزيلا على وجودك معنا من القاهرة سيد عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق.